ازيكم يا حبايبي، يا رب يكونوا كلكم بخير وصحة. النهارده ان شاء الله هعمل لكم حلقه مختلفه، هنشوف نصايح القدر ليك او نصيحه الملائكه ليك. عندي لكل برج 5 نصايح ليك، لو عملتهم ومشيت عليهم حياتك هتتغير وهتكون سعيد طول عمرك، مش الشهر دوت ولا السنه دي ولا اي وقت، ده على طول، يعني سعادة مدى الحياة. يلا نقول بسم الله ونبتدي. برج الثور، اهم 5 نصايح ليك. النصيحة الاولى اللي انت محتاجها، محتاج تمنع نفسك وتبطل تفكير في ايه اللي هيحصل في المستقبل، لانك مش هتقدر تقدر الاحداث اللي بتحصل دلوقتي بشكل كامل. النصيحة التانية، محتاج تعرف الناس اللي في حياتك بيحبوك بصدق ولا لأ، لأن مش مهم عدد الناس والأشخاص اللي في حياتك قد ما مهم هم بيحبوك ولا لأ. ومحتاج برضو تبذل مجهود أكتر عشان تبني علاقات أقوى مع أشخاص أفضل. النصيحة التالتة، تجاهل كلام الناس اللي بتتكلم عنك وعن حياتك، وانتبه للي بيقوله قلبك وعقلك وبس. ومحتاج تعرف انك محتاج شخص تقدر تعتمد عليه وقت الشدة، وخصوصا وقت الصعوبات والشكوك اللي بتمر بيها في حياتك. النصيحة الرابعة، محتاج تعرف إن مساعدة الأشخاص والناس اللي حواليك ده أمر جميل ورائع، لكن برضو اعرف إنه بيسبب ليك مخاطر وكمان بيأذيك وبيضرك. النصيحة الخامسة، محتاج تثق في قدراتك أكتر وكمان في قدرتك على الاستمرار، وإنت صدقني هتنبهر باللي هتقدر تعمله. ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. باي باي.